في إحدى البلاد الغربية هنالك مسجد الزهراء صلوات الله عليها. فتاة غربية كل يوم تركب سيارة نقل عام، تجي الموقف أمام هذا المسجد. تقول هذه الفتاة: كل مرة كنت أتوقف عند هذا المكان، ما تعلم هذا المكان شنو وينتمي إلى أي جهة، أشعر بحالة روحية عجيبة. فهذا مرة فكرت أروح أشوف هذا المكان شنو. جئت إلى هذا المكان، تقول تلك الفتاة الأجنبية كما كتب في كتاب، سألت شنو هذا المكان؟ قالوا مسجد، مسجد الزهراء صلوات الله عليه. من هي الزهراء؟ الزهراء هي بنت خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله. من هو خاتم الأنبياء؟ هي هذه الأسئلة كانت طريقا لإعلان إسلامها وإيمانها وتشيعها. حقيقة 24 لغة عالمية، اللي هذه اللغات جملة منها هي الحاكمة حتى على بلادنا. سأفرضوا أنه 200 كتاب مكتوب، أفرضوا 400 كتاب مكتوب حول الصديق الكبرى، هل هذا يكفي لتعريف هذه الشخصية للعالم؟